تم استقبال الرسمية لنظيره الإيراني، حيث أكد صالح في مؤتمر صحفي مشترك أن العراق يشكل اليوم الملتقى بين دول المنطقة، مشيرا إلى ضرورة خلق منظومة متكاملة من المصالح المشتركة. هذه الزيارة تأتي للتأكيد على أهمية العلاقات بين بلدينا وبين شعبينا. هذه العلاقات هي علاقات راسخة في التاريخ، علاقات اجتماعية ثقافية ومصالح أمنية وسياسية واقتصادية مشتركة. هذه العلاقات تفيد البلدين وتفيد الشعبين، بل وتفيد المنطقة ككل. تحدثنا مع فخامة الرئيس على أهمية البناء الصحيح لتعزيز هذه العلاقات، وذلك من خلال التأكيد على الروابط الاقتصادية، تعزيز التجارة بين البلدين، وأيضا التأسيس لبنى تحتية اقتصادية مترابطة بين بلدينا وشعبينا، وأيضا تمتد إلى عموم المنطقة أيضا، من ربط لسكك الحديد ومناطق صناعية مشتركة، والتعاون في مجال الطاقة والتجارة، وأيضا رفع العراقيل والعقبات أمام الزوار بين الشعبين. يجب حقيقة أن ننتهي من نقاشات حول مفردات صغيرة ونذهب إلى الفضاء الأرحب في هذه العلاقة. هذا هو المطلوب لشعبينا، وهذا هو المطلوب للمنطقة ككل.